بك نحي البيت مول شكارة وزوالي الحكايات والترعيج كل يوم هدا في الباطي مصاري جديد لي طالع ولي هابط ولي شوف مور لعوينا خاطينا لي بروبلم وما يجو لينا يتبعو فينا كل واحد هم ونحبو دلي فولاش في لاكاج والزيطاج ينود الهول تحيرو فينا باطي ما لينا سامح نعاونك تعاوني يا وعاوني في حاجه واحده اخرى حمر لي وجهي قدام الجيران وقف معايا يا لو كل خطره في حياتك ها قول لي يرحم بابا في هذا الدار شكون الراجل انا ولا انت بيان سور انا وكي انت هو الراجل دوك ما تهضرش مع هاد الجيران يحقروني غير انا يهضروا معايا غير انا واش كاينه سامح بالعقيله متبقى هيا ندخلوا هيا ما نهضر هنايا باش هكذا يسمعوا كامل فهمتني انا عمي عسوس جالي صباح ربي كسر عليا الباب على 8 تاع الصباح على بالك واش قال لي قال لي اسمعي يا مدام حنا قاعدين نسقى قهوه وتحت وانت ترمي علينا قشور البطاطا قاعدين نلعبوا الدومي ترمي علينا قشور الزروديه وشنو هذا ما تهضرش معاه دوكا يا سامح هادو جيران ساعفي برك هيا ما ساعفش تهضر معاه درك قولك خلي غدوه نهضر معاه لا تهضر معاه درك وريله واش تسوى نتايا أني ما عنديش تليفون هاي عندي تليفون هاك عيطو هاك فرجني فيه نحيلي الغمة اللي رأي في قلبي ألو عزو أسمعني يا سي عزوز من اليوم أسمع كاش ما هضرة جيت هضرة معايا أنا عميه أنا هو مول الدار أنا واش هضرك مع المرات طيشت عليك ولا ما عايش مرفة طيش واش كاين هذا كيفاه السلام عليكم اسمع درك نقول لك واش هو واش قلت اسمع كاش ما هضرت جيت تهضر معايا انايا ما تهضرش معها هي خلاص او طلع عمك عزوز او كوبا اهلا سي عزوز واش راك واش حوالك واش راك يا سي دحمان وين الغبره هذه وين هاك تعرف انا جيبوش طالع هابط هاك على بالك وين بها درك والله شوف عندي واحد السطره هنايا قلت جيبوش عند الطبيب حسن صح ما تقوليش ولدك مراد هو اي الله يبارك مراد كبير الله يبارك كبير واش مع القرايه معليش هيا نطرع عليك سؤال هات صحيت 13 زائد 7 20 الله يبارك شبه 20 هاي ال 20000 شكرا سامحني نروح عند الطبيب الله غالب يا السلام عليكم في امان الله ربي يجيب الشفاء خويا ربي يجيب الشفاء فين فحشة ديس 20000 وفرحانة علاه ما قلتلوش 40 علاه يا بابا وش بيك علاه 40 13 زائد 7 تساوي 20 ايه 20 هذه تاعك وال 20 تاعي انا ورعت هات هنا ايه درهم طبال درهم الزرناجي خطرة هذه درهم الزرناجي ولا الزرناجي يا بوش شكون؟
شوف بابا حناني، أنا معول عليك بزاف بزاف بزاف. إيه. يعني باش نسقسيك ونطمئن كيما نقولوا، لو كان يطلع لك هو في الأعداد هذوك الأرقام تقدر تجاوب؟ بيان سور. كيفاه ما نجاوبش أنا؟ بيان سور نجاوب. صحيت صحيت، مالا كيجي عمود حمان نطلعوا له في الحسبة الفوق. فهمت باش يا اخي بصح لو كان تغلط هك ولا هك لا قدر الله لا قدر الله راهي كاينه حسابات اخرى انا وياك. اوجه اهلا سيد عمان. اهلا اهلا سي عزوز. واش اخويا طمني واش قال لك الطبيب؟ والله الحمد لله في نعمه. الحمد لله الحمد لله. سلامات اي سلامات ان شاء الله. وليد ود حمان حبيت نسقسيك. نعم تفضل. يعني صارحني. وي واش رايك في الوليد في الحساب؟ يعني راه حاجه لا ما شاء الله ما شاء الله عنده مستقبل زاهر ما شاء الله. مراد هنيتني والله غير هنيتني. شوف وليدي حمان قبل انت رايح نستغل الفرصه حابك زيد تعطيه عمليه هكا والله هكا باش نشوف نطمئننا. بيان سور بيان سور بيان سور. هيا شوفها مراد. أيوة عندنا. أيوة 75 زايد حبس 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 وش دينا 75 زايد طلع طلع مسخ طلع, طلع. مش مشكل مش مشكل نطلع با عندنا 175 زايد 25. هيا وليدو هيا بابا حنان 200. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. قلت لك قلت لك ما شاء الله عنده مستقبل زاهر ما شاء الله ما شاء الله. صح قال لك 200. ميتين جابها 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 جابها. اعطيك الصحة. أي السلام عليكم في الأمان. بصح قال لك 200. شفت ماشي يكون قعدنا في 13 زايد 7 خير. دراهم الطبال داهم الزرماجي. شكون يا جارتي؟ وين هذا؟ ما قلتيش اليوم نروحوا للمرشيه؟ والله ما فطنت عندي سمانه ما رقدتش. خي يا اختي خي ما كاينش مريضه برك. لا لا شوفي غير انا نرقد تغفى عيني وانا النوم واحد المنام عندي ثلث ايام دركا خير ان شاء الله. النوم الطريق فارغه انا نجي نقطع والطوموبيل تجي ملونسيا تدخل فيا. يا لطيف نقول لك هذه ما تكون غير تابعه لي بيك. وعلى ما رحتي شفتي كاش طالب ولا شواف يشوفوا لك ترى واش كاين؟ لا لا رحت داوني الوحده شوافه وكتبت لي واحد الحرص هكذا وقالت لي ديريه في المخده ورقدي عليها على هذيك ما فطنتش. ياه ايه وين المنام؟ ما عادش تشوفيه؟ لا لا المنام النوم بصح ماشي كيما المره الاولى. دركا الطريق فارغه صح وكي نجي قاطعه هذيك الطوموبيل تحبس حتى نقطع الطريق باش تروح. شوفي ما تعطينيش نشوف واش كتبت لك في الحرز يعيشك. ما فيش مشكل دوك نشوفو. ها هاني رفداتو خاف يلقاوه الدراري. يا سناي كيفاه؟ اها ما تقدريش تعطيهولي ندير عليه فوتوكوبيه؟